نبلش من هذا الموضوع وصولا ان هي ايضا الى الحرب الدائره بجنوب لبنان. كل هذا المشهد بدايه اليوم حادث الطائره الذي حصل، هل يعني اليوم حضرتك تميل اكثر الى الاعتقاد بانه المساله حصلت نتيجه الظروف المناخيه؟ لانه بعد حتى هذه اللحظه التحليلات كثيره بهذا الموضوع، سيما انه الصدف بالشرق الاوسط يعني مش دائما معقوله. لا، ودائما بتتحكم فينا كمان الصدف يعني. كمان هذا الموضوع بيخليني اتذكر حادثه صارت بلبنان مع قائد الجيش نجام وقت اللي الهليكوبتر تبعه فاتت بجبل ايتو. كان الطقس في غيمه في غيم عندكم بالشمال مقابل بيتنا يعني بوجنا. صحيح. انه الطياره فاتت بتلي ما قدر يشوفها وصار هذا الحادث. بس دائما وقت اللي بيصير حادث مع شخصيات كبيره دائما العقل البشري ميال انه يشوف في مؤامره، يكون في ظروف، في كذا. لي خليني اقول انا برايي في تقصير من جهه ايرانيه على الاكيد، لانه شخص مثل رئيسي يعني مش معقول واحد يبعته بطياره عمرها 50 سنة ما فيها هيك الصيانة، ما فيها قطع، ما فيها كذا. يعني بعتقد انه كان في اهمال من او في مبالغة بالاتكال على هذا الموضوع. تاني شغلة انه ظروف طبيعية واضح انه كانت مؤلمة وكانت شديدة جدا وكانت صعبة. لسبب انا يعني برجح انه كان سبب بسبب المناخ وسبب الطبيعه وبسبب كذا. بس ولكن لا شك انه في مسؤوليه عند اللي منظمين الرحله، انه اول شيء ليش بدهم يكونوا شخصيتين مهمين مثل رئيس الجمهوريه والوزير الخارجيه يكونوا بطياره واحده؟ كانوا بسوا ان يكونوا باكثر من محل، يعني لازم واحد يكون اخذ احتياطات اكثر. طيب بهيك ظروف يعني كان ممكن واحد ما ضروري رئيس الجمهوريه يروح على منطقه منه، يعني كانوا بيقدروا ياجلوا هذا هيك احتفال بهيك ظروف، انك انه يروح بطياره مش امنه بكثره. هلا طبعا البعض بيعتبرها انه لها علاقه بخلافات داخل النظام. انا بصراحه بعتبر انه لا، النظام يعني في عنده استقرار، بمعنى بهي النقطة تحديدا ردا على هاي المسألة. يعني الأوساط أو اللي تدافع اليوم عن طبيعة النظام الإيراني الداخل الإيراني قالت أنه اليوم الحشود التي حصلت المليونية بتشيع يعني بتشيع الرئيس الإيراني وزير الخارجية، ردوا اليوم على هذه المسألة بمدى تماسك النظام وبمدى يعني الحالة الشعبية وتجاوبها اليوم مع سلطة ولاية الفقيه والنظام الإيراني. ما هذه شكل بس، خليني اقول شغله، انه القرار الفعلي هو الى حرس الثوره يعني وللمرشد والمرشد هو اللي بيقدر ياخذ قرار، بيقول لك انه هيدي بتمهد الطريق لابنه لكذا، ما هو بيقدر ياخذ قرار بشطحه قلم يعني. ما هالقصه يعني. الرئيس يعني رئيس الجمهوريه اكيد له دور وهو كان شخصيه معروفه وكذا، بس انه مش هيك الشخص اللي بيقدر يكون يعني يعمل توازن داخل النظام. يعني انه في كتير بيقدروا يقوموا بهذا العبء مثله، يعني مش مضطرين يعمل، يعني بده اذا كان في خلافات داخليه مش مضطر واحد يغامر بحدث مثل هذا مشان حتى يزيح شخص، بالنتيجه انه بنشال بقرار بسيط. يعني مش مضطر انك تاخذ مخاطره باغتياله او بقتله او لانه كمان هذه الشغله بتمس بصوره ايران اكثر ما بتمس بشخص معين. يعني بالنتيجه انه في كثير كمان عم بيقول يعني هذا النظام يلي مطور كثير الاسلحه اللي عنده اشياء متطوره جدا، طب انه معقوله مش قادر يامن طياره تكون مرتبه او انه قادر ياخذ المساله؟ والمساله الثالثه كمان انه مساله الفرق البحث وفرق تماما يعني اظهرت اليوم هذه الدوله الاقليميه اللي فارضة نفسها اليوم بالمشهد الأقليمي بالشرق الأوسط بحالات البحث وفرق الإنقاذ، بينت يعني أنه عن وضع هزيل نوعا. صحيح، أنه هيدي بتمس بالصورة، يعني أنه مو معقول واحد يكون من أهل النظام يعني يرتكب هيك. بس عزوا هذه المسألة يعني إلى العقوبات التي يعني العقوبات ومسألة قطع الغيار والصيانة اللي محرومة منها إيران. أكيد هذا سبب. بس أنه دولة مثل إيران مش قادرة تجيب طيارتين مرتبين من عند الروس من روسيا، يعني انه هذه شغله امنيه ما بيمزح فيها وما بتتعالج بخفي. يعني من هون اللي عم بقوله انه كان لازم يتخذ، ودليل على ذلك انه تركيا ساعدت، في كثير دول كانت ممكن انها تساعد بهالموضوع على القليله لتامين يعني حاله امنيه وتنقل امن للشخصيات الاساسيه بالنظام.
طيب هلا في 50 نهار تفصل اليوم عن اجراء هذه الانتخابات، برايك رح تاثر اليوم على طريقه اليوم يعني هذا الحادث على المشهد الداخلي بايران؟ لا لك، انا دائما بعتبر انه الشخص له تاثيره، بس انه يعني مهما كان تاثيره كبير بهيك نوع من الانظمه، مش مع بعض اللي راح بخيال او بصير يسالوك اسئله. يعني انا يعني كثير اجتني اسئله من وسائل اعلام غربيه بسالك انه ايران بدها تغير سياستها الخارجيه، انه هيدي مش للرئيس ولا وزير الخارجيه هن اللي بيرسموها، يعني هيدي شغله مرسومه، هيدي شغله استراتيجيه داخل ايران ما رح تتغير. يعني انا ماني شايف انه هذا الموضوع بيعمل تغيير استراتيجي بسياسه ايران الخارجيه او بتحالفاتها او كذا. والدليل على ذلك انه بسرعه امنوا بدائل، امنوا لجان تحقيق، بلشت التقارير بسرعه طلع اليوم. يعني كان يتطلب اليوم جمع قطع الطائره، تحليل اليوم الوضع الذي حصل، السرعه بإعلان النتيجة أو حسمها من قبل السلطات الإيرانية، أو وضع بخانة أنه نتيجة الظروف المناخية. لا كمان طلع تقرير عن أنه ما تبقى من الطيارة مش منصاب، يعني ما حدا مقوص عليها، يعني ما في رمية أو ما في صاروخ أو ما تقوص عليها. ذهب البعض إلى قراءة مسألة التشويش حصل ما إذا بأذربيجان نتيجة تواجد الإسرائيلي هونيك، إذا حصل تشويش. أنا التقرير يعني الشيء اللي تسرب ما بيدل أنه في عمل استثنائي أو عمل خارج المقلوب، بس واضح انه على مستوى النظام بسرعه كان في لجان بالخارجيه، باللجان بتحل محل الرئيس باكثر من نقطه، يعني عينوا موعد للانتخابات، يعني كل هالامور. بالاضافه انه ما في شك انه الشخص له اسلوبه، بس ولكن الاشياء الاساسيه بالنظام اللي لها علاقه بالسياسه الخارجيه بعتقد انه ما رح تتاثر. هلا الملفت اذا بدك انه حصل اجتماع لاركان محور المقاومة.